الحاجات دي كان لابد منها لتنفيذ حرب الطول. جدع جدع. ده موقع من المواقع اللي موجود شرق الإسماعيلية. أنا طبعا كنت كل همي في الليلة دي هي ان انا ما رجعش ولا فرد من الافراد اللي هم جم الى الموقع. نرفع علم مصر ونعلي مكانتها ونحفظ سيادتها ونصون عزتها وكرامتها.